تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله وإلى شعب البحرين في وفاة الشيخ عبد الله بن خالد بن علي الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رحمه الله. وأشاد الأزهر بالدور البارز الذي بذله الراحل الكبير في نشر وتعزيز الثقافة والفكر في مملكة البحرين فضلا عن إصداراته القيمة التي وثقت لتاريخ مملكة البحرين عبر العصور. كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف داعيا المولى عز وجل يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق أسرته الصبر والسلوان.